أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا ملفات عديدة بتشغل بال الجمهور المصري بشكل عام في الحقيقة، سواء على الصعيد العالمي، الصعيد الأفريقي، الصعيد المحلي، وبالتحديد كمان كل ما يتعلق بمباراة القمة الأفريقية والمباراة الكبيرة جدا اللي هتكون ما بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة القادم الساعة 9 مساء على استاد القاهرة الدولي. عشان كده في هذه اللحظات من خلال فقرة ترند أونلاين، من خلال حلقة الترند النهاردة، هيكون معانا اثنين من كبار النقاد الرياضيين عبر تطبيق زوم، الأستاذ عبد المنعم فهمي والأستاذ محسن لملوم مدير تحرير الأهرام الرياضي. يا استاذ عبد المنعم اهلا بيك، منورنا ومشرفنا. ازيك يا امير؟ وحشني وحشتني كمان حلقاتك اللي كنا بنقعد فيها على الهوا، بنعمل فيها شغل كويس، وسعيد بيك وسعيد بكل مشاهدي طبعا قناه النادي الاهلي، القناه العظيمه جدا، وسعيد بوجود مع الاستاذ محسن لملوم. طبعا ده شيء يسعدني ان انا اكون معاكم في الحلقه. منورنا ومشرفنا، واحنا مفتقدينك اكتر استاذ عبد المنعم، وان شاء الله تكون فقره مميزه نسمع فيها ارائك المختلفه. كمان عايز ارحب بالاستاذ محسن لملوم، ايضا الناقد الرياضي الكبير وزميلنا العزيز. يا استاذ محسن اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ امير. على طول بصراحه بسعد ان انا اكون معاكم في قناه الاهلي، قناه النادي الاهلي النادي العظيم، وطبعا سعيد بوجودي مع اخويا وحبيبي الاستاذ عبد المنعم. منورنا ومشرفنا. طيب اول ملف، وهو الخبر اللي اتفاجئنا بيه كلنا الصبح من خلال الفيفا والاعلان الرسمي بايقاف احمد رئيس الاتحاد الافريقي لكره القدم لمده 5 سنوات. يا استاذ محسن، عايز اخد رايك في الجزئيه دي، وهل القرار ده والايقاف ده كان منتظر طبقا لما يحدث على مدار عدد من السنوات السابقه في الاتحاد الافريقي لكره القدم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كان متوقع، هو بس بالنسبه لي كنت مستني امتى هيحصل، يعني استبعاد احمد كان امر يعني لا مناص منه، بس كنت مستني يحصل النهارده، يحصل بكره، يحصل بعده، وهو حصل النهارده الصبح ان شاء الله، الحمد لله. يعني كان خبر جميل جدا. الرهان مش احمد خلاص، هو كده كده اجلا ام عاجلا كان هيمشي وكان هيستبعد تماما. لكن انا في وجهه نظري الفتره القادمه في الاتحاد الافريقي لكره القدم او مستقبل الكاف هو دي اللي هتبقى نقطه فاصله، لان كل رجال احمد ما اعتقدش هيبقى لهم وجود بالشكل الكبير في الفتره اللي جايه. الناس كانت اتكلمت على نفوذ مغربي بشكل كبير جدا، ما اعتقد ان ده حتى ان وجد هيتم تقليصه بشكل كبير جدا في الفتره اللي جايه. البوصله الاتحاد الافريقي هتتجه، هتاخد منحنى اخر، لان فساد احمد كان شاهد العيان، كان فج. الدعم الاكبر ليه كان جاني انفانتينو رئيس الفيفا، ما قدرش يحميه اكتر من كده، خصوصا الصحافه الاوروبيه هجمت انفانتينو مش احمد قالت له بعد كل هذه المساندات وكل هذا الفساد لماذا يا انفانتينو تحمي احمد متى تتم اقالته؟ نشرت له بعض الوثائق والمساندات، يمكن كان اشارها جريده الماركا الاسبانيه، اللي حتى سمت بعض الاعضاء المكتب التنفيذي للكاف، وقالت حتى يمكن على لفظ رجع وقتها انه ليس نائب الرئيس ولكنه الرئيس المقرر للكاف. اعتقد في الفتره اللي جايه البدايه كانت احمد، واعتقد في الايام القليله القادمه هيكون في استبعاد او اقصاء الاخرين من الكاف. والفتره اللي جايه ان شاء الله تشهد، يعني نتمنى زي ما تمنينا من 4 سنين او من 3 سنين بالظبط في مارس 2017 بعد رحيل عيسى حياته، انه يكون في بدره امل في الكاف. ما حصلش ده للاسف مع احمد. نتمنى الفتره اللي جايه يحصل ده، سواء كان مع احمد ولد يحيى الموريتاني او موتسبي الجنوب افريقي، مع كامل التقدير طبعا واحترام اوجستين سانجور السنغالي وجاك انوما الافوان. طيب اروح للاستاذ عبد المنعم فهمي واخد تعليقه على هذا القرار، وتحديدا عايز اساله بخصوص المتوقع حدوثه خلال المرحله القادمه، بالتحديد فيما يتعلق بالاتحاد الافريقي لكره القدم، وازاي يتم تطوير الكره الافريقيه سواء على المستوى الاداري او المستوى الفني تحديدا، وكمان المستوى التحكيمي، لان اللغط دايما بيبقى موجود في الجانب التحكيمي. يا استاذ عبد المنعم، والله انا شايف ان مرحله احمد كانت مرحله عصيبه للغايه، وكانت مرحله سيئه جدا للكره الافريقيه. وشايف ان كانت في قرارات بتحكمها لا يحكمها الملعب ولا يحكمها الحكام، ولكن كان تحكمها عوامل اخرى وعوامل خارجيه. شفنا قرارات غريبه جدا، شفنا تحكيم هو الأسوأ في تاريخ القاره الافريقيه. اتمنى ان تكون المرحله المقبله يعني فارقة في تطوير الكرة الإفريقية، لأن الكرة الإفريقية تستحق الكثير من مسؤوليها. أشعر أن الكرة الإفريقية تمتلك من الإمكانات الفنية والمادية والبشرية الكثير، ولكن لا تجد من يحنو عليها من المسؤولين، وده شيء
مع الاسف الشديد غريب جدا. المفروض يكون عندك مسؤولين يكونوا يهتموا بالكره الافريقيه اكثر من اهتمامهم بانفسهم. واللي حصل مع احمد طبعا اكبر دليل على الكره الافريقيه لا تحظى بالدعم والاهتمام الكافي من المسؤولين، وهذه نقطه سلبيه تؤدي طبعا الى يعني الى تراجع الكره الافريقيه، وهذا ما لا نتمناه، ومع الاسف هذا ما حدث. وخلال المرحله المقبله نتمنى ان يعني خلينا نتمنى ونقول ان اهم شيء في القصه انه المسؤول الافريقي اللي جاي يكون عنده القابليه والدافعيه والرغبه الشديده في التطوير، وليس في البحث عن مصالح شخصيه. المصالح الشخصيه لا تدوم يا امير، المصالح طبعا. الشخصيه دائما تؤدي بصاحبها الى ما آل اليه احمد احمد. طيب الملف الاخر وهو بخصوص قرعه بطوله الدوري الممتاز، عايز اخد راي حضراتكم تحديدا على شكل المراسم النهارده الخاصه بالقرعه، شكل اللوجو الجديد للدوري المصري، وازاي نتجنب موسم استثنائي جديد للكره المصريه. ابتدي بك يا استاذ محسن. والله يا استاذ امير انا بصراحه مع يعني بعيد عن الشكل القرعه وبتاع او اللوجو، طبعا ما عجبش الناس كلها، احنا عندنا ممكن كان يطلع بقى اكتر من كده، لكن انا مش هبص للصغائر، خلينا ابص اخش في المهم على طول. تمام. احنا مقبلين على موسم تقريبا كارثي، انت بتبدا الموسم في بدايات ديسمبر، عندك اربع فرق هيبتدوا اللي هو الاهلي والزمالك في دور الابطال والمقاولين وبيراميدز في الكونفدراليه، وعندك الاهلي او الزمالك هيلعب في كاس العالم للانديه، الاهلي والزمالك هيلعب كاس السوبر الافريقي، عندك تصفيات كاس العالم، كاس الامم الافريقيه المؤهله لكاس الامم الافريقيه اخر جولتين، وعندك كاس التصفيات المؤهله لكاس العالم، كل ده وبالاضافه عندك كمان ده الأولمبياد. غير طبعا الاولمبياد، صحيح كنت ناسيها كمان، غير ده كله انت عندك موسم محتاج فيه 34 اسبوع، ده مش هيكمل، احنا يعني بألف بقى كده مش هيكمل. كان ممكن، انا كنت شايف ان ممكن اتحاد الكوره او اللجنه الخماسيه اللي تدي دور اتحاد الكوره كان ممكن تشوف حل اسهل من كده، يعني كان ممكن يتعمل من مجموعتين او على الاقل بطوله من دور واحد، ايه المانع؟ انت في موسم استثنائي في ظروف استثنائيه بس دي والفيفا منح. اقتراحات قوبلت بالرفض يا استاذ محسن من قبل ماشي الانديه المصريه، يعني من قبل المسؤولين ماشي اوكي، يشوفوا هيطبقوا الموسم ده ازاي، انا عايز اعرف ازاي هيكمل الموسم ده 34 اسبوع دوري، غير مسابقات الكاس كاس مصر، غير السوبر المصري، غير بطولات افريقيا، غير كاس العالم للانديه اللي شئت ما بات عندك الاهلي او الزمالك فيه، غير استحقاقات المنتخب الاول كاس امم افريقيا وكاس عالم، غير المنتخب الاولمبي، انت محتاج سنتين فوق السنه دي عشان تعرف تخلص كل الكلام أكيد. ده. طب أخذ رأي أستاذ عبد المنعم فهمي في الجزئية دي، وإزاي نتجنب موسم استثنائي جديد على غرار الموسمين اللي فاتوا يا أستاذ عبد المنعم، والحلول تكون إزاي بإذن الله عشان نشوف موسم جيد حتى في ظل ضغط المباريات بسبب البطولات والمستويات المختلفة يعني. هقول لك على معلومة، اتفضل. المرة الوحيدة التي بدأ فيها الدوري في ديسمبر مرة واحدة سنة 2013 2014. الغريب جدا 2013 2014 أقيم من مجموعتين. هذا الدور الذي يقيم مجموعتين زي ما بيقول محسن انتهى امتى؟ انتهى في شهر 7، تخيل يعني مجموعتين وانتهى في شهر 7 بعد التصفيات والبطولات اللي هي الداخليه، الفريق يلعب مع مين، المهم ان وصلنا يوم 6/7 تم نهايه الدوري، تخيل فريق اسف دوري من مجموعتين يخلص في 7، طب فما بالك بدوري هيتلعب من كل هذه المباراه 34 مباراه لكل فريق، زي ما قال محسن محتاجين سنتين. وطبعا احنا حتى لو اقول لك على حاجه، احنا يمكن من خلال بحث الدائم في الدوري المصري ومتابعتي ليه، الانتظام بالنسبه للدوري المصري ده حاجه شاذه، يعني احنا في البطولات اللي اتلعبت كلها الملغاه والتي اقيمت لا يوجد عام في حسينا فيه انه تم اعلان بدايه للدوري وتم اعلان نهايه، وهذا لم يحدث على الاطلاق. احنا دايما بنعيش في 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 صعوبه شديده جدا في تحديد الدوري، متى يبدا الدوري، متى ينتهي. طبعا مش عايز اقول لك انه في جزء هنا بيرجع للتضاريس والجغرافيا والسفر والافريقيا غير اوروبا والكلام ده، هو جزء معذورين فيه، لكن في النهايه انت برضو بتحاول تبحث عن حلول لهذا الدوري، لكن مع الاسف لا تجد. يعني ده شيء يعني بكلمك عن تاريخ، بكلمك عن دوريات حصلت قبل كده، وهذا يؤدي دائما بنا ان الدوري المصري لم ولن ينتظم، لان طبعا امور كثيره جدا. طيب. وانت بتشوف الدوري السلفات كان ممكن طيب. ينتهي بدري، لكن طبعا مسؤولين كانوا بيتدخلوا تاجيلات والامور دي يعني. بالظبط. طيب الاهم بقى بالنسبه لكل جماهير الكره المصريه خلال الفتره الحاليه والساعات الحاليه والايام القادمه حتى يوم الجمعه، وهي مباراه الاهلي والزمالك في نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. استاذ محسن لملوم، رؤيتك لهذه المباراه سريعا وتوقعاتك ليها.
طبعا لا، التوقعات صعبه جدا، اه يعني الفرقتين في تقريبا ما اكيد اقدرش تقول مين يكسب، طبعا الموضوع صعب جدا، طبعا التوقع بكل امانه صعب جدا. لكن رؤيتي ليها انا والله عايز اخد جانب بعيد عن الامور الفنيه، عايز اقول ان انا عجباني الامور التهدئه شويه، لان يا كويس جماعه دي مش نهايه العالم، بالظبط حصل قبل كده في دوري ابطال اسيا، اتقابلوا قبل كده كذا مره فرق من بلد واحده في النهائي، حصل في اوروبا، حصل في امريكا الجنوبيه، يمكن كان اشهر طبعا نهائي الكومبينول اللي هو اوروبا ما اعتقدش انها حصلت، اوروبا ما حصلتش، لا حصلت حصلت ريال مدريد في ريال مدريد واتلتيكو مدريد مرتين، ومش يعني بس ما ريال مدريد حصلتش اللي هو بس مش ريال مدريد وبرشلونة الاكثر جماهيرية بس يعني. حصل تمام مثلا ليفنتوس وانت وميلان مثلا كان 2003. لكن عايز اقول ان بعد المباراه دي يوم 27 بعدها تمام بأربع ايام الاهلي هيلاعب الاتحاد، الزمالك هيلاعب بالظبط طلائع الجيش، وممكن يتقابلها في النهائي، وكده كده يتقابلوا في الاسبوع الرابع للدوري، اكيد يعني اكيد الامور تهدى شويه، ان مش شاء الله عايزين باذن الله. الصحنه. استاذ عبد المنعم، رؤيتك لهذه المباراة؟ مباراة مهمة جدا، يعني أهم جزئية في المباراة أن الهدوء، الفريق الأهدى أعصابا، الفريق اللي عنده قدرة أن هو يمتص حماس الفريق المنافس، هتكون دي الغلبة في هذه المباراة، خصوصا أن المباراة دي محتاجة، مش محتاجة استعجال، هو ما فيش جمهور في الملعب، بيقولوا أن احتمال ممكن يحضر جمهور، لكن المهم في هذه المباراة أن يكون، خلي بالك مش ما ينفعش أنك تقول قبل المباراة مين اللي هيكون الكفة الأرجح، خصوصا الأهلي والزمالك. أي يعني نعم بالظبط الأهلي كفته ارجح في البطولات الافريقيه وانتصاراته اعلى بس وانتصاراته ده مش اكبر مقياس وارقامه طبعا. اكبر ما عدا ماتش السوبر، لكن الاهلي والزمالك ان شاء الله. لا، خلي بالك في حاجه، خلي بالك في حاجه، الاهلي والزمالك في فريق في مقياس، مقياس النتائج الكثيره جدا، 10 مباريات 9 وما فيش اي خساره النادي الاهلي، لكن بكلمك عن الناحيه الفنيه، الناحيه الفنيه الفريق الذي يمتلك اللاعبين اللي عندهم الخبره اللي عندهم يقدروا ان هم هو يكونوا اللي في يومهم كفته هتبقى مثلا، ارجح. هو اللي كفته هتكون ارجح، انا لا شك بشكرك يعني. شكرا جزيلا يا استاذ عبد المنعم، نورتنا وشرفتنا، وبشكر كمان الاستاذ محسن نملوم، شكرا طبعا جزيلا. اثنين من الاساتذه الكبار والنقاد الرياضيين الكبار ومدير تحرير الاهرام الرياضي، كانوا معانا عبر تطبيق زوم، اتكلمنا معاهم في عدد من الملفات الهامه، بنشكرهم شكرا جزيلا. نروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل، يلا بينا.